اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات رمضان الحلوه وتجهيزات العيد ان شاء الله اللي احنا بنعملها. يا رب تكون الحلقات اللي فاتت بتاعه تجهيزات العيد تكون عجبتكم وتكونوا كمان بتطبقوا بقى، وبعتولي وما تنسوش تبعتولي عشان ايه حلقات العيد دي مهمه جدا ان انتوا تطبقوها وتبعتوها لي. وان شاء الله كده هو العيد عندنا طبعا ان شاء الله باذن الله. طب انا هعمل ايه النهارده؟ انا هعمل شكلمه خلاص، وهعمل تاني حاجه معمول، بس مش هعمل هعمل لكم برضو المعمول العادي اللي احنا بنعمله، وهعمل لكم معمول بالشوكولاته. وهنعمل بقى الشكلمه دلوقتي، مقاديرها سهله جدا جدا. وبعدين انا مش هعملها شكلمه عاديه، لان انا عملت لكم السنه اللي فاتت الشكلمه الملونه وعملتها لكم العاديه اللي احنا بنعملها ومتعودين عليها. النهارده انا هعملها بطريقه جديده وفكره تبقى فكره جديده اكنها زي الجاتو خلاص. بس هنشوف بقى مقاديرها الاول. يعني هوت معايا ربع كيلو جوز الهند، وعايزه اكد عليكم ان جوز الهند تبقى ناعمه، لان لو جوز الهند مش ناعمه هتلاقوا جوز الهند الخشنه مش هتلم معاكم العجينه خلاص. معايا بعد كده هنا هوت ربع كوبايه سكر بودره، ومعلقتين دقيق، وبيضتين، وفانيليا. هقولها لكم تاني، هيبقى معايا ربع كيلو جوز الهند ناعمه، ربع كوبايه سكر بودره، معلقتين دقيق، وبيضتين، وفانيليا. بس كده مش اكتر من كده. كل حاجه تتحط على بعض. هنا هناخد السكر البودره ربع كوبايه، هنقول ايه قد كده مثلا، لان ده نص كوبايه متهيألي. هناخد ربع كوبايه سكر بودره واقلب ده كله على بعضه. هتلاقوا بقى شكلمه كده بقى ايه، حاجه فظيعه يعني، شكلمه مختلفه عن برضو بتاعه بره. انا بحب دايما ابتكر، احب دايما ان انا اعمل الحاجه المختلفه عن بره، احب دايما ان لما ادي اهادي حد يقول اه دي عمايل ايدك مش شارياها. وبرده التغليف والحاجات بتاعه العلب وكده برده مهمه. هنحط معلقتين دقيق كده كده اهو. هنحط بعد كده، نكسر البيض الاول كده، ويستحسن طبعا عشان الجو حر دلوقتي نحط البيض في التلاجة، ولما تعوزي قبلها مثلا قبل ما تعملي الحاجة مثلا هنقول مثلا بساعتين او طلعيها طلعيها تفك. هنحط طبعا ايه الفانيليا كده خلاص. هنبتدي بقى نقلب كده لحد ما ايه ما الخليط ده كله يخش بقى في بعضه. في ناس بيعملوا الشكلمه ببياض البيض، بس انا الشكلمه ببياض البيض بتنشف، يعني انا مجرباها قبل كده لقيتها بتنشف، فلما بحط البيضه كامله لا بتبقى كويسه الصراحه، وبتبقى شكلمه طريه. وانا هوريها لكم اللي انا مجهزاها، مش قادره اقول لكم بتبقى ناعمه ازاي وبتدوب في البق، طعمها فظيع. حاضر حاضر. اركز بس الم العجينه عشان ايه الفانيليا طبعا لازم مع البيض. هي الفانيليا طبعا لازم نحطها علشان تضيع زفاره البيض خلاص، كلنا حافظين الكلام ده. يعني حتى لو انا ما قلتش ان الفانيليا بتضيع زفاره البيض هقوله برضو تاني عشان لو فيها واحده بتتعلم لسه ما تعرفش الكلام ده كله نقوله مفيش مشكله. بس هي الفانيليا بتضيع زفاره البيض. بصوا بقى لما جوز الهند بتقبه طريه، مش قادره اقول لكم الريحه فظيعه، تجري الريق بجد. جوزة الهند زيف فظيعة. نصايمين بقى اهو كلهم هنا ايه، بس فظيعة. عارفين بقى جوزة الهند دي تخش في اي حشوات بتدي والله طعم وريحة جبارة. بس اشمر بس كده كمي. بصوا بقى، بصوا عشان جوزة الهند ناعمة، بصوا لمت ازاي. لكن عارفين بقى لو جوزة الهند ناشفة مش هتلم كده خالص كده اهو. بصوا 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 عاملة ازاي كده. يا سلام، واو فظيعة. بس بصوا بقى انا عاملاها، بصوا انا قلت لكم قبل كده انا ما بجيبش صينية في البيت الا لما اقول انا هعمل بيها ايه او افكر. مش هجيب الصينية دي انا جايبها مثلا للميني كب كيك. طيب هو ما ينفعش اعمل فيها حاجة تانية؟ خلاص هركن الصينية على جنب ويوم ما يجيلي ميني كب كيك اعملها؟ لا، انا بفكر. احنا ستات بيوت نقعد نفكر ونشغل دماغنا كده
وفعلا هنطلع حاجات والله، يعني مش عايزه اقول اكتر من الشيفات، لان الشيفات ليهم برضو وزنهم، بس احنا بنبتكر، ست البيت فعلا بتبتكر، واللي بتحب الحاجات دي هتبتكر فعلا. بس بجيب الصينيه كده، انا بعمل فيها حاجات كتير جدا، وبعمل فيها كوكيز، وبعمل فيها يعني هوريكم ان شاء الله في حلقات تانية بعمل فيها ايه. بس خلاص انا بحط كده، تمام، بحط جوز الهند كده اهو، ممكن اروح مكوره كده، ممكن ساعات بروح عاملاها ايه، بكور كده عشان اللي مش هتعرف توزع، بكورها كده واحطها، واجي مثلا اجيب ايه ماشي اوكي، هنجيب مثلا اكن السكينه دي حاجه مدوره، اروح حاطه كده اي عصايه واروح نازله كده. هجيب لكم دي كده عشان تشوفوا اكتر، ممكن نشيل الحاجه اللي احنا مش عايزينها. السكينه سبت اتغرزت، بصوا بقى دليل ان جوز الهند ايه يعني تمام التمام. بصوا بقى وابتدي اضغط كده اهو، يعني انا عملت حفره وابتدي اضغط كده اهو. بس لو انتي مش هتعرفي تظبطي دي، لا يبقى نعمل نكور اهي، نبتدي نكور كده اهو، نبتدي نكور كده خلاص اهي، ونكورها كده خلاص، ونحطها، ونيجي بعصاية اللي اسمها ايه دي، اللي اسمها ايه، الشماعة، لا الشماعة ساعات يعني ضربتي ابن، يعني مش هنقول الولاد بيلعبوا، ايا كان الشماعه اتكسرت، في عصايه رفيعه بتبقى في الشماعه، ناخدها نغرز بيها بيها كده. انا طبعا انا بهرج يعني، محدش بيضرب ولاده بالشماعه يعني، بس بنعمل كده خلاص، او اي عصايه خله كده يعني، ونحطها كده بالشكل ده اهي خلاص بالمنظر ده. انا عامله برضو شكل قوالب الطرط، وانا هجيب قوالب الطرط، ومعلش قوالب الطرط هجيبها يعني وهركنها، لا انا برضو بستغلها اعمل فيها حاجات كتير جدا، ليه ما اعملش فيها الشكلمه. هروح جايبه كده، لو دي كتير هروح جايبه كده، واروح بصوا اهي كده كده اهو، الشكلمة دي من فعلا الحلويات على فكرة، يعني مش العيد بس، في أي وقت. بصوا حاجة العيد كلها عموما بنعملها طول السنة، يعني مفيش مشكلة إن احنا نعملها طول السنة، بس كميات قليلة قليلة، أحسن ما تقعدي تشتري بسكوتات من بره، الحاجات دي حلوة قوي مع الشاي بلبن الصبح، أو عايزة تاكلي بسكوتين كده في بالليل مع الشاي بلبن تبقى حلوة جدا، تنقنقي يعني مش مقبلات طبعا، مقبلات بتبقى حوادق، لكن ليه ما نفسنا في حاجه حلوه تسالي. ايوه بالظبط كده كده اهو، هتقولوا لا، هتقولوا دي كبيره، لا ما اقدرش اكل قطعه زي دي، انا عاملاها كانها قطعه جاتو، ممكن نقدمها لضيوفنا وهم جايين، بس انا هوريكم الافكار بتاعتها ازاي. خلاص اهي، يبقى دي واحده بس، انا عشان اوريكم الفكره ان انا بعملها ازاي، هغسل ايدي كده، ان انا بقى عامله الطرط دي اكنها قطعه جاتوه، احط بقى فيها ايه، كريمه، احط فيها فاكهه، يعني الحاجه اللي انتوا بتحبوها، احط فيها الموجود في البيت من حلويات رمضان اللي باقيه. خلاص يبقى دي عملنا الكب كيك كده، الشكلمه الكب كيك عشان صينيه الكب كيك اهي. لو انتهى انا بقى هنستخدم برضو الالوان الجل اللي انا قايله لكم عليها، هنستخدم برضو الالوان الجل دي الون بيها. هي في نقطه برضو عايزه اقولها لكم، الالوان الجل بتدي درجه حلوه قوي، بس الالوان الباودر بتدي درجه اقوى، يعني بتخلي اللون جامد قوي، بس ما يمنعش، ده موجود نستخدمه، ده موجود نستخدمه. خلاص ممكن نعمل ايه، نجيب مثلا كريمه البندق كده، نجيب معلقه صغيره احسن. طيب كده ممكن نحط ايه، هوريكم في الصغير، ممكن نحط كده كده، نحط مربى، نحط كريمه بندق، يعني اللي هي الصغيره دي نعملها سواريه، فمش هنحط لها كريمه، عايزين تحطوا لها كريمه حطوا لها كريمه، بس دي مربى، ممكن نحط صوص شوكولاته كده
كده اهو كده اهو خلاص. اوريكم دول بس الاول. ممكن نحط شوكولاتايه كده، ممكن نحط، بصوا في هنا بقى ايه شويه قلوب وحاجات. استنوا اطلع لكم الحاجات دي، القلوب دي. ممكن نحط الكاندي ده كده، نحط هنا القلب ده. على فكره شوكولاته يعني، لو كنت لو الواحد يعني فاطر كان وريكو دي شوكولاته على فكره. بس بصوا الالوان، انا بص يعني انا الفكره ان انا دايما بفكر ازاي اكل ولادي واصحابهم حاجات ملونه وحاجات حلوه كده هو، وفي نفس الوقت مش مضره، حاجات انا اللي عاملاها وانا عارفه انا عاملاها ازاي كده اهو. خلاص طب نحط دي. ممكن عارفين الشوكولاته اللي بجوز الهند، ممكن برضو اهي جوز الهند كده هو. طب ممكن اوريهم واحده بس، نشوف واحده كده، ممكن نعمل واحده كبيره بنفس الطريقه كده اهو. خلاص طب انا هكملهم بقى، هنطلع فاصل صغير ونرجع هتلاقوني مزوقاهم. فاصل وارجع لكم.